غرب ستوديو لايف. ستوديو لايف تحت رئاسة سعيد بن ثقة والمجموعة ديالو. ضيفنا اليوم بدات حياته الفنية وهو عنده 12 عام. أول أغنية راي كتبها ولحنها مع الفرقة الأولى ديالو، ومن بعد خروج أول ألبوم اللي نال نجاح كبير عند الجمهور. ثاني ألبوم كان مع كبار عالم الراي وتسجل آنذاك في الجزائر. أول دورة غادي تكون في أوروبا، وأول لقاء مع ملك الراي شاب خالد اللي غادي يرحب به فوق الخشبة باش يغني معاه في مسرح لوزينيت في باريس. 2010 تصوير كليب وأغنية حماق حماقي نوميرو 1 في التوب 5 على توب طرب. لقاؤه مع نجم الراي رضا الطلياني والصداقة اللي غادي تجمعهم غتخليهم يشتغلوا على دويتو زنقة زنقة. 2013 مشاركة في مهرجان قطر، من بعدها دويتو مع زينة الدودية نموت عليك لنال نجاح كبير. 2014 مهرجان سيدي إفني وزيد وزيد. 2017 كلمة، ها هو معنا على ستوديو لايف غادي يشعل الخشبة ديال البرنامج ديالنا معكم انتما الجمهور. دابا استقبلوا معايا موس ماهر. موس ماهر مرحبا بك على ستوديو لايف. ميرسي بوكو، تبارك الله عليكم، احسن جمهور في العالم. سي بون. وخلوني جدا، اخلوني جدا، سيادي راني بوهيلي كول.
سلاسل القصره حيبو يا عمر مو السلاسل ضربت سليم اسيادي وغادي نهبل ضربت سليم ناري ناري وغادي نهبل وهي الروح وإلى متهنا جموفو وهذا قداقة وها أختيها عيني هي معلم
اليوم على استوديو لايف تحت رئاسة المايسترو سعيد بنتقى. موس مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا على وجودك لسنا. بارك الله فيك. كي جاك بعد استوديو لايف اليوم؟ استوديو لايف زوين مع الجمهور الجميل العظيم. جمهور رائع. اسكو سا با سي بون سي بون. موس تبارك الله عليك. لا كارير ديالك معروفه. فن الراي يعني راقي معروف، يعني الاصل ديالو راقي. واليوم تبارك الله تنشوفوا يعني اشكال جديده في الراي. الراي مغني تبارك الله في العالم العربي، في اوروبا، في امريكا، فيما تتمشيو تبارك الله عليكم المغاربه تتفرحونا وتطلعوا بالراية المغربيه دائما. ميرسي. فينتي يحس براسو اليوم موس ماهر في الراي؟ لان الجمهور تيسمع الاغاني ديال الراي، تيسمع تبارك الله عنده يعني كاين جمهور كبير ومطربين كبار اليوم في الراي، ولكن موس ماهر بغينا نعرفوه فين هو تيحس براسو في الراي. انا صراحه كنحس براسي دابا موجود في الساحه خاصه هاد لو ديغنياني هاد العامين التاليه. كدرت فرط واحد الوجود ديالي وسوتو في الجولات خارج ارض الوطن او في الفيستيفالات مهرجان داخل ارض الوطن كما مهرجان وجده 250,000 مهرجان كنت فيه بوحدي مهرجان ديال جوهره 150,000 صافي بليزير هذا. والواحد بحال دابا ملي تيمشي لقطر ولا لدبي، لان اخر مره مشيتي لدبي اخر مره يعني كنتي ما بين دبي المغربي تيغني الراي في دبي، يعني في العالم العربي اللي الراي يعني حنا تنعرفوه مغاربي. كاين واحد الجاليه مغربيه مهمه في دوله الامارات العربيه تبارك الله، والجاليه المغربيه كتجيب معها الجاليه العربيه. انا نضرب كل الراي بحال اللي كاين شي واحد شوفيه مصري ولا لبناني دوموندي لك شي اغنيه. دابا راه اللبنانيين ولاو يغنيو الراي. اللبنانيين ولاو يغنيو الراي. اللبنانيين كيغنيو الراي كيدوموندو. الحمد لله الحمد لله. موس ماهر اليوم شنو اللي تيعجبو في الاغنيه العربيه؟ لان تنعرفوك تتغني الراي، ولكن شنو تتحب انت؟ في العربية سمع. اللي بغي نسمع زعماك في الاغنيه نعرفوا شويه شنو تيحب موس ماهر في الشعبي ولا الجره ولا بالعربي. شوف انت شنو تعجبك الشعبي؟ يعجبني الشعبي. تعجبك الشعبي؟ كيعجبني الشعبي. كيعجبني واحد الفنان دابا في الشعبي كمال هريمو كيدير الكمانجه وكيدير الوتره، واحد واحد السيل جديد اللي كيدخل فيه صافي كيعجبني. تنتعلموا بزاف د الحوايج مع المطربين اللي تيجوا عندنا. كيدير الوتره وكيدير الكمانجه، داك واحد الشكل عنده زعما مميز وزوين بزاف. تبارك الله عليك. غنيتي مع مطربين كبار كشاب خالد، يعني من تيوصل الواحد تيغني مع شاب خالد في الزينيت يعني تيحس براسو على ما اظن وصل. لا 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 كعرف الموسيقى بحر والعوامه قلال. دابا حنا هذاك اخر زينيت اللي كانت فيه المرحومه الريميتي لا مامون ديغاي اللي كنا اللي كيقولوا لها مامون ديغاي، وكان كان واحد مغنيين ديال الراي اللي وازنين بحال شاب خالد شاب خلاص كانوا مغنيين، ولكن داك الزينت كان في التوب دو توب. وبقات عندي هذيك الذكرى المؤلمه اللي كان دوزت معنا الحاجه ريميتي على بوك سامدي وتوفات لاندي. وغني لها دوماج اوماج، غني لها واحد الاغنيه ديالها ديال انت قدامي وانا موراك الزينه اللي قلبي بغاك. دونك بقات متورخه. بقات متورخه. موس ماهر بغيت نعرف الراي اليوم تيتقدم ياك، ولكن دائما تنرجعوا للاصل. واش ما يمكنش شي نهار نسمعوه بحال دابا البوم ديال موس ماهر ديال يعني الموسيقى العريقه القديمه ديال الراي ديال الرقاده؟ علاش لا؟ علاش لا؟ سناوها حنا؟ سناوها غادي نشوفوا وان شاء الله نشوفوها في شي استوديو لايف جديد ان شاء الله. با بروبليم، غران بليزير. شنو غتغني لنا اليوم؟ اغنيه ديال الرقاده. باغي نديروا اغنيه ديال الرقاده ياك اغنيه ديال الرقاده.
اطلبوها الجمهور ما خامك هذا البروغرام ندير لكم اغنيه ديال الرقاده. هذه الاغنيه ديال ماشي ديالي، ديال الشاب الزنبيل اللي راه مريض بزاف صافي واحد دولا 3 زون الله يشافيه. نديروا له اوماج بعد صافي بليزير في هذا الاستوديو لايف. شكرا مصباهير، الله يبارك فيك. نهار كبير عندنا هنا في استوديو لايف، نرحبوا بك مع الجمهور ديالنا الحبيب اللي تيكون تستمع للمطربين اللي تنجيبوا معنا حنا في استوديو لايف. انا ما نخلي دابا مصباهير للاغنيه الاخيره. شنو سميتها؟ فاطمة تهلايلي في الصغار. فاطمة تهلايلي تهلايلي في الصغار في الوليدات صغار. تهلايلي في الصغار. أنا غنخليكم مع موس ماهر، إن شاء الله نتلقاو أسبوع جديد مع استوديو لايف جديد ومطرب جديد. يا والحجر اللي في الواد ديريها وساد، انا لا طلايلي في الصغار، ويلا حكموك الصياده ويديروا فيك ما بغاو، يا كي على كيا وزادت لي امك اسنا طلايلي في الصغار. او سنا 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 هلا اها تموت 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 وزادت لي امك